عمي ما هو بيجي مع الناس. والله تكذب. لا ترد عيط عمي بحكيك، بيجي مع الناس مستوطنين، بيجي مستعربين، بيجي شباب يدخل بين الناس. بعرف يعني لشو. طيب السلام عليكم عمي، يعطيكم العافيه ويسعدك يا رب، يعطيكم الصحه يا رب. الله يحفظك. احكي لنا عمي قصتكم في هالحي، قصة القدس هون، صمودكم. قصتنا ما هي قديمة، قصتنا من اليوم. طب تعال قد قص لك يا درجات. احنا ابو البيت اخذوه من الحي قبل ما نقعدوه كيف سكننا. احنا صار اتفاقية بين حكومة الأردن ووكالة الغوث على أساس سووا مخيم للاجئين اللي أجوا من 48. بدأ المشروع بال 54 سنة 1954 وانتهى بسنة 1956. الاتفاقية كانت انه احنا نسكن 3 سنين وبعدين الحكومة الأردنية سجل لنا الأوراق لغاية لما سجلت لنا البيوت ورا القراري. وقدمنا للوكالة كرت اللاجئين لهذاك الطريق وبطلنا لاجئين من يومها. يعني المفروض انه احنا خلال السنوات هاي دفعنا حق الدار 14 مرة بالشهر. نتفاجأ انه بعد الحرب 5 أشهر وكم من يوم اللي هو يوم 9/11/1967 احتلوا اول بيت وكان بدون محكمة وبدون بوليس، كسروا الباب واخذوا الدار لانه اهلها كانوا بالكويت. ب72 اتفاجأنا انه جمعيات تنتين، واحدة شرقية واحدة غربية صهيونيات، سجلوا الارض باسمهم وكان التسجيل بطريقة خاطئة والعقد اللي معهم ما بين انه هذا ملكية. ولما رحنا مستقبلا بعد سنوات على تركيا وجدنا انه هذا العقد اللي مقدمينه ملوش اصل بتركيا. وفجأة بعد 72 مباشرة بفترة زمنية بسيطة رفعوا 4 قضايا اخلاقهم على اساس انه احنا دخلنا محتلين هذه البيوت، وحطينا محامي يهودي بهذيك الفترة لانه المحامين العرب ما كان في مجال انه يرافع امام المحاكم لانه كان في اضرار. استمرت المحكمة 4 سنوات من خلال العقد اللي كان معه من الحكومة الأردنية اللي أبرزوا المحكمة، قدر يثبت السكان أنهم دخلوا بطريقة شرعية رسمية قانونية. لكن اليهود اشتغلوا عليه وأرسلوا له مخه وبطل محامي، صار عضو زيه زيهم. سوى اتفاقية بينه وبينهم أنه إحنا كسكان مستأجرين محميين بدون علمنا، بدون تواقينا، بدون معرفتنا. استغل التوقيع اللي أعطينا إياها مشان يترافع عن البيوت وبعنا لهم انه احنا مستأجرين محليين. هذا المحامي الاسرائيلي. وبعد فترة باعوا الملكية هذول الجمعيات لنحلات جمعون حتى يستمروا برفع القضايا، لانه طالما انه هذول سكنوا بطريقة شرعية معناته الباقي سكن هيك. باعوا القضايا واستمرت المحاكم. قدروا يخلوا دار محمد الكرد سنة 2008 بشهر 11 بيت الكامل أعتقد اللي هو بيت الكامل شهر بيت الكامل. ومباشرة بعد أقل من سنة قدروا يخلوا كمان عائلتين. بيت الكامل كان عبارة عن شقتين، يعني لأنه إحنا بنبني ما حصلش على تراخيص بالقدس، نسبة التراخيص بالمنطقة يا دوب 3%. المهم يوم 2/8 2009 يعني بعد أقل من سنة من إخلاء دار الكامل أخذوا بيت حنون عبارة عن 3 عائلات وبيت الغاوية عبارة عن 7 عائلات وأخرجوهم بالليل ما فيها ضوء أمر وقبوا عقشهم وقبوا أولادهم. المهم وسكنوا مستوطنين محلهم. بتفاجأ أنا بيجوا بسكروا بيتي، بيجي قاضي من المحكمة الأردنية أول مرة بتاريخ العالم إنه قاضي بيتحرك يسكر بيت فلسطيني عشان يورجينا إنه إحنا أعلى منكم. يعني هو بمبادرة منه للقاضي كان هذا الموضوع. مرفوع قضية. نعم. هو مرفوع وبعدين سكر. اشتغل على القضية. مش محامينا القاضي بقول لي. وما كانت بالعالم في قاضي بيتحرك من المحكمة مشان يسكر بيت، ببعت شرطي ببعت محضر. أجا حتى يورجينا إنه إحنا الأسياد وإنتوا العبيد. ومسكر بيتي 9 سنوات أخذ مني 97,500 شيكل غرامات لأني بنيت بلا ترخيص ومنعني بالنهاية منعني أهلي. المهم بعد ما أخذوا البيوت هاي ب3 أشهر
3/11/2009 اتفاجأ انه انا بالشغل اتصلوا في الحق بيتك اخذوا اليهود اخذوا المستوطنين. جيت على هون صار في طوش الحقيقة هون ودربك بالحي. الضابط تاع البوليس بقول لي محكمة امرت خليني اشوف اللي بتعمل. قلت له اقرا. لما دخل جاب الورقة من جوا اقرا مكتوب براس الورقة محكمة الاحتلال تقر انه المفتاح يجب ان يبقى بالمحكمة. تحت بطب صغير سكرتارية المحكمة كانت لما انا اعطاهم المفتاح. هاي الجملة ما عجبت البوليس اللي هو ضابط صلاح الدين بهذاك الوقت. أطلع المستوطنين من الجيوش ورجع العفش اللي كان موجود في قلبه وسكر وحط 4 حراس. بنهاية الأمر بتفاجأ أقل من شهر بواحد 12 بيجي مرة تانية يفتح الباب. أول مرة كسروا كسر الباب. ثاني مرة جاب بفتح الباب بالمفتاح وبدخل المستوطنين بسأله شو اللي صاير. قال لي والله المحكمة ما قدرت تغير قرار رقم شهر 11/3/11 والبيت هلا للمستوطنين. ضلوا الحراس يمكن 4 أو 5 شهور. لما عرفوا انه البيت مسروق سرقة مني هربوا دخلوا لي مستوطنين من كريات 4 ومن هذه ريال كمان من الناس هذول الصعبين الصعبين جدا عشان يحاولوا يخرجوني من بيت اللي انا ساكن فيه اللي اخذته من الحكومة الأردنية ويكونوا ضغط على السكر. لكن استمرنا انه قاعدين بديش اغيرك يمكن فوق 60 جروب اللي اجاني. كل جروب بين 6 ل20 بني ادم عشان يسووا مشاكل وكذا من خلال البيت. بديش اغيرك نسبة كبيرة من الرجال والحي انحبسوا. 3 أطفال انحبسوا وبعدين اخرجوهم أطفال ورجال ونسوين من الحي بين شهر وشهرين 3. يعني أنا أولاد أختي منعوهم يدخلوا على الدار 3 شهور. واستمرت المحاكم في شهر في سنة 2011 أو 12 أنا مش متأكد التاريخ. كانوا رافعين قضية على بيت الصبار عبارة عن 5 عائلات مرتبطين وصدر أمر إخلاء. لكن بهذه الفترة كان في عندنا محامي عربي اللي هو اسمه أبو حسين وسيد الشيخ قدروا يجمدوا القرار. بعدين رأت الدنيا شوي بطلنا نحس إنه في محاكم. نتفاجأ بال 2019 بحركوا قضية الصباغ مرة ثانية لكن لغاها جمدها مرة ثانية قضية الإخلاء المحامي. فجأة بال 2020 برفع قضية على 3 عائلات حماد والأبودي وجاني وأصدرت محكمة الصلح قرار بإخلاءهم بأول 8 وغرمتهم 30,000 شيكل. بعد شهر اللي هو 8/10 صدر قرار بإخلاء كمان 4 عائلات اللي هو أنا والقاسم والشكافي والجعوني وغرمونا 70,000 شيكل مش 30 زي اللي عملنا. وانتوا ما تعاونتوش مع المستوطنين وما تعاونتوا مع المستوطنين ولا اتفقتوا وياهم عشان هيك انا بخليكم. استأنفنا بالمركزية وبرضو ثبتوا الإخلاء علينا وعلى اللي قبلنا. احنا كتبنا كتاب للمركز للعليا. بالعليا رحنا على العليا ما كان في قضية رسمية كان في تداول بين المحامين وطلبوا منا انه نتعاون مع المستوطنين ونعترف لهم احنا الاربعة بملكية الارض وانا مستاجرين محميين. وقالوا تداولوا مع محاميكم اعطانا كل مؤبعتيات. بالجلسة الثانية ردينا عليه انه احنا ما نعترف بملكية الارض ولا يعني ولا بذرة. هاي الارض ارضنا بنهاية الأمر هاي رغبتها للحكومة الأردنية ما بنقدر نتنازل عنها لا من ناحية الوطنية ولا من أي ناحية تانية. وبعدين بنهاية الأمر الأرض للأردن بدكم إياها طلبوها من الأردن. أين الأردن طيب؟
والله بعثت لنا كل الاوراق، لكن الاوراق اللي بعثت لنا اياها لغايه الان في ورقه ملكيه، احنا بدنا ورقه ملكيه، بدنا 28 ورقه، كل ورقه باسم ساكن بملكيته للحي، سكنوا بالحي من تاريخ 56، ورقه شامله 28 اسم مفصل فيها كل سكنه ايش هي، قديش مساحه ارضها، وين موقعها، وهي فيها انه هذول ال 28 انسان مملكين حتى نقدر نعيش في البلد. المهم لما احنا رفضنا كتبنا كتاب وطلبنا المستشار القانوني يطلع على القضيه، بعت لهم رساله للمحكمه، اعطوه 15 اول شيء، طلب 15 يوم تمديد عشان يقرا الملف، اعطوه شهر، قالوا له معك 30 يوم نحدد على اساس تفتح ملكيه الارض. احنا هون نستنى لانه هم البيت الان ما في عندهم ملكيه، وحتى القضاء تبعهم من سنه 96 بيطالب اوراق ملكيه من اليهود، واحنا رحنا على تركيا وشفنا الورق اللي قدموها ما لقينا لها اصول، وفي رساله من وزاره الخارجيه للحكومه الاردنيه الاسرائيليه بتقول انه اذا لكم ارض مفروض زي ما بتدعوا مع العلم انه هذا ملاك اصول عندنا، دوروا عليها غير الشيخ جراح، الاوصاف اللي كان فينا مش من الشيخ جراح، لكن اللي موجود حاليا اللي هو التطهير الارضي، يعني شغله مهمه كمان غير انه القضيه القانونيه، هي القضيه مش قانونيه ابدا، قضية سياسية فيها تطهير عرقي، وإحنا تحت الاحتلال كفلسطين وكالقدس بالذات تحت الاحتلال، وكل العالم بيعرف إنه إحنا كسكان هون بالقدس تحت الاحتلال، وقانون من الاحتلال هو ممنوع إخراج أي ساكن من بيته وتسكين واحد يهودي محله، هذا القانون هيك، والعرف الدولي بيقول اللي بيقعد في دار أكثر من 15-20 سنة بيصير له، أنا قاعد 65 سنة أنا والسكان، المفروض بالحكومة الأردنية بقى توقف أماكن وتعطيهم الأوراق التمليك، وحتى تتوجه للمحكمة الجنائية بالموضوع، لأنه قانون اللي لازم يسري علينا هو المحكمة الجنائية. هو هون السؤال عمو، بما إنها الأردن هي المالك وهي اللي سلمت على الأقل الأرض الأردنية صاحبة الحكي، ولازم نتغيط هذا ما وصلنا، تحركت بكل الطرق، لكن الأوراق اللي بتعطينا إياها مش مقبولة بالمحكمة الإسرائيلية، لأنها إسرائيل أبدتها بال 74 لكن هالأيام شابها، عشان هيك بنطالب بس بالملكية، ملكية فردية بسنة 28 ساكن وملكية جماعية لل 28. عم في خبر بحكي إنه حاكم ومحامي عشان الأوراق حكوا له مزورين، صحيح هذا؟ هذا الحكي كان لما قدمنا الكوشان سيد صاحب الأرض اللي هو حجازي، كان الكوشان مطلوب، تعرف البني آدم إنه الفلسطيني طيب، افتكر إنه لما بيعلم الممحي بيكون كلامه صحيح، لكن هو بالنسبة للقانون غلط، عشان هيك رفضوا هذا الحكي. إن شاء الله بتظهر واحدة جديدة من تركيا وبتثبت لهم إنه الأرض إلنا يا عم مش لهم تحت أي ظرف. ما مدى مصداقية الأوراق اللي قدمتها الجمهورية التركية لكم؟ هل كان لها مصداقية في المحكمة الإسرائيلية؟ بعرف هذه الناحية قانونية ما بقدرش أجاوبك، لأنه ما تقدمت الأوراق؟ لا تقدمت، يعني فيش شيء ما تقدمش، كل الأوراق إيش أجانا أوراق تقدمت، بس أنا عشان ما لي علاقة بالقانون اللي أفهم مفروض الرد الفعل بالنسبة للمحامي ما بعرف، إنما الرسالة اللي أجت من تركيا وصلتهم إنه هاي الأرض مش أرضكم وابحثوا عنها بمكان آخر، لكن الموضوع مش سياسي مش قانوني، الموضوع سياسي، هو تهجير السكان لأنه في عندهم مخطط كبير بدهم يبنوا هون 200 وحدة ويهدوا الحي ويوصلوه مع المستوطنة اللي في شارع رقم 1 ويطلعوا على عند دار المفتي، شارع بعدين شارع على الجامعة الأمريكية، شارع ثاني على طريق الطور وياخذوا جزء من الطور وينزلوا دور الطور وياخذوا جزء حتى من ارض سيدنا مريم قبل ما توصل المبنى، ومن قدام المبنى ياخذوا على اليمين على وادي طرطور فرعون، ومن طرطور فرعون ينزلوا على وادي الربابه وياخذوا كل الاحياء اللي كبير، يعني الا وياخذوا سلوان حي سلوان كامل،
ويطلع من سلوان من نص المكبر ومن قدام المستوطنين يبنوها من المكبر ومن خلفها. شو الأمريكي هاي مربوطة؟ ما بعرف الأمريكي ولا غير الأمريكي. المهم ويطلعوا على اليمين ومن قدام المندوب هذا المندوب السابق السابق براس المكبر اللي براس المكبر هذا اللي جيت الجامعة العربية. شو المبنى القديم تبع الجامعة العربية؟ بعرفش أنا ما بتذكرش بس هو لا 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 بعد سلوان جنب التيلت المبنى هذا وين التيلت؟ حب التيلت من وراء وبده يوصل لشقة بيت تحم طريق بيت تحم وعلى وهذه المنطقة كلها اسمها الحوض المقدس. وبالحوض المقدس ما بدهم فلسطينيين، إن كان بدهم فلسطينيين بدهم خدم اللي يكنس اللي يرصف شوارع اللي يزفت اللي يقص شجر اللي بس. اما مهندس مدرس طبيب محامي ما بدهم، بدهم الناس الفوري عشان يكونوا شغيلة عبيد. هيك قال الخخام تبعهم، قال هذول الفلسطينيين جردان وصراصير وربنا خلقنا احنا المباركين من عنده والباقيين خدم لنا. ما يصد شجرة عمي. من وين انتوا اصلكم؟ اصلنا بالاساس من اللوت، لكن الوالد والوالدة طلعوا على حيفا لانه استأجر مطعم هناك من حكومة الانتداب البريطاني على المي في حيفا واشتغل فيها لغاية 48. بال 48 حبسوا حطوه بالسجن 9 شهور واحنا ترحلنا انا والوالدة وخواتي واخذوا المطعم منه. وبعدين هدوا حطوا بداية ضخمة معلم. وتهجرتوا على القدس هون وتملكتوا بعدين؟ تهجرنا على القدس وسكننا بالبلدة القديمة في بيت 4x4 عبارة عن دار كاملة فيها الحمام وفيها المطبخ وفيها لعبة لعبة رصاص. تعرف لعبة رصاص؟ أول باب وأنت طالع عينك اليمين ما هي بتجريده بأربعة درجات باب الدار الحسيني ورانا لقدام 15 متر في قنطرة ساكن فيها واحد من دار المظفر والدار الثاني ساكن فيها دار البتوني والدار اللي فوقها ساكن فيها عيسى القرص ومعرضة الشغل. عيسى القرص عيسى القرص كان مسؤول عن العين اللي قدام دار أبو ندى. هناك سكننا وقعدنا لغاية 56 لما صار المشروع اللي حكيته بالبداية. قدمنا زينا زينيات العائلة، طلع النصيب ل 28 عائلة وكان الوارد من الناس اللي طلع لهم النصيب وسكننا. لكن لغاية الآن مطلوب من الحكومة الأردنية أن تملكنا احنا 28 كل واحد من كيده بيده. هلا آخر إشي وين وصلتوا بالمحكمة؟ لغاية هلا ما قلت لك إنه لما تقدمنا للمستشار القانوني طلب من المحكمة أسبوعين، أعطوه شهر، قالوا له خلال الشهر خلال 30 يوم بنسوي جلسة. لغاية هلا ما صارت وإحنا بنسأل من ما يكون إنه القرار صالحنا. إن شاء الله خير. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. يجزيك الخير. وين سكن؟ باب حطة. أما اليهود إحنا بتركيا لو رحنا على تركيا كان لهم دار مستأجرة باب حطة. اللي بال مبنى الطلبة في جهة الجامعة الأمريكية. مش في طلبية. يعني بالها في محل الرياضة هذا كان مستأجر لمدة 3 سنين للزراعة. هاي اللي كان عندهم القدس، هذا اللي شفناه في السجلات التركية. ربنا يجيبني في الخير على كل حال. هذه أسماء سكان الحي على فكرة، هذول الأسماء سكان العائلات اللي بالحي المهددين بالإخلال. لا هذول هم هو 28 بس حاليا 8 عائلات. تمام، يعني هذول مش كلهم مهددين. لا بس عليهم في 12 وعاد عليهم محاكمات و 28 طلعوا 4. ما يقويكم عمي، الله يبارك فيك. طيب متابعينا الكرام، هذه أسماء العائلات
في حي الشيخ جراح. هذه العائلات مهددة بالتهجير. حجيج، حسيني، حنون. حنون طبعا طلعوهم من بيتهم، بيت حنون هون لورا، وهي بيت الغاوي. هذا بيت الغاوي، جايبين كمشة مستوطنين حاطينها في البيت. يعني لك أن تتخيل أنك تسكن بهيك وضع تماما، هيك ضاعت فلسطين يا جماعة الخير. يعني تسكن مقابل بيتك، أو تحاول كل يوم توقف أمام البيت. شفتوا صور السيدة مريم الغاوي وهي عم توقف أمام هذا البيت، تحاول تثبت حقها، بتجادل المستوطنين، بتحاججهم، تحاول أن تتحدث أو تكون بجوار بيتها. طبعا هذا الشيء مؤلم جدا، أن تطرد من بيتك ثم تقف على بابه كأنك غريب. يعني فوق هذا بيجي يعني بيجي المطبعين، لا أفهم يعني اللغة أو الطريقة اللي بيفهموا فيها المشهد. يعني إنك تشوف صاحب البيت واقف هون أمام بيته ويهان ويذل، ويقف على باب حقه صامد، يعني مطالب بحقه، والمستوطن يرتع ويستمتع بهذا النعيم. يعني كأنه كمان يعني لا تستطيع أن تستوعب كذلك النفس اللي يعني اللي بيمتلكها هذا المستوطن، إنه يسيطر على ملك مش ملكه، ويكون كمان أداة لمنظومة طاغية مثل منظومة الاحتلال. ما عنده مشكلة على فكرة، يعطي الاحتلال بيت مسروق، صاحب هذا البيت ساكن جنبه أو تبقى له غرفة من هذا البيت، كل يوم يصبح هذا المستوطن على صاحب البيت اللي هو الفلسطيني، يحاول يذله ويذيقه جزء من الوحشية والغوغائية التي تكون في نفسه. فلك أن تتخيل المستوطنين هدول شو طينتهم، شو مين هم تركيبتهم البشرية، هذه لا يستطيع أحد التنبؤ بها. طيب هنا بيت الكرد، تتذكروا منى الكرد لما دخلت تشرح عن بيتها يعقوب المستوطن الأمريكي يسكن في هذا الجزء، وأمريكي يعقوب جاي من آخر الدنيا عشان يستولي على هذا الجزء من البيت، هذا الجزء المبني من الحجر. تمام، وبالداخل عنا آل الكرد، بيت عمو نبيل اللي هلا تكلمنا معه. شوفوا يعني المستوطن ماخذ هذا الجزء من البيت، والجزء اللي هون دار عمو نبيل، هذا الجزء القديم. تمام، بينما هذا الجزء المبني من الحجر حديثا يسكن فيه يعقوب الذي أتى من وين أجا يعقوب؟ أجا من مزابل نيويورك وسكن هنا، يكون صاحب حق. يعني يعقوب صار صاحب حق في هذا المكان. فالله المستعان. على فكرة في كتير عنا فلسطين هون اللي هي فكرة التملك من خلال يعني كتير بيعرفوها الفلسطينيين هاي، إنه كيف أنت بتملك ناس أرض، أو مثلا بيكونوا أولاد عام، كيف بتملكوا أو كيف بيقسموا بيناتهم أرض، بيقسموا بيناتهم الأراضي أو المشاعر في القرى الفلسطينية. كان هذا متاح عن طريق اللي هو الكلام يعني. فمعظم للأسف الأملاك في فلسطين ضاعت بهذه الطريقة. عادي هذا الأمر يعني موجود في الدول العربية كمان في خارج فلسطين، مش بس في فلسطين. يعني بتلاقي عائلة كاملة جالسين مثلا يريدون تقسيم قطعة أراضي أو قطع أراضي كبيرة مثلا بين العائلة، يقولون مثلا أنت لك الجزء الشرقي من هذه الأراضي وكذا حجم الأرض مساحتها. فبالتملك يكون شفويا. فللأسف معظم الأراضي والبيوت في فلسطين توجد هكذا نوعية من التملك في فلسطين، وهي توجد أيضا خارج فلسطين، لكن مشكلة الفلسطينيين أنهم تعرضوا لاحتلال، وللأسف لم توجد أوراق. لذلك حاليا معظم العائلات الفلسطينية أو الفلسطينيين الذين هجروا استطاعوا ترجيع يعني أملاكهم من خلال أوراق قديمة وجدت بالأرشيف العثماني. يعني استطاعوا أن يعيدوا هذه الأملاك لحضنهم من أيدي الاحتلال بعد أن سلبها الاحتلال
من خلال اللجوء للأرشيف العثماني، لأنهم في فترة الانتداب البريطاني أو الاحتلال البريطاني أو فترة الحكم الأردني للضفة الغربية والقدس لم يكتب الفلسطينيون أوراق تملك طابو رسمية في هذا الأمر، فهون كان في فراغ بالموضوع، فراغ رسمي أو فراغ سندي في مستندات الأملاك في كثير من العقارات والأملاك الفلسطينية بالذات. لكن هذا الأمر ما بتلقي مشكلة عند الأردني أو عند المصري أو عند أي أحد خارج فلسطين. الفكرة وين؟ في وجود الاحتلال الذي بدأ يحفر وينبش في الأرض ليسرق العقارات، الأراضي، البيوت من خلال اعتماده على هذه النقطة تحديدا. فالفلاح الفلسطيني زمان هيك كانت الطريقة اللي بيملك فيها أو بيورث فيها أبنائه أو أقاربه للأراضي أو العقارات أو البيوت التي يمتلكها داخل فلسطين. لهذا تفلتت الكثير من العقارات والأملاك في فلسطين. هذا الحوش قالت منى أنه كان يعني مزروع فيه ورود ومزروع فيه أشجار. طبعا مع وجود المستوطنين تجد هذه القمامة، طبعا لا يستطيعون تنظيف هذا المكان، مدخل المنزل استولى الاحتلال على هذه القطعة من البيت في المدخل، ويعني استيلاء هذا منع أصحاب البيت من أنه حتى ينتفعوا مرافق هذا البيت. تحدثت منى الكرد كذلك عن أمور أخرى يفعلها المستوطنون هنا، يعني لو عدت إلى حسابها وشاهدتم الفيديو التعريفي كيف عرفت هذا المكان كانت تقول كلام يعني وأشياء عجيبة تحدث في هذه النقطة. تحدثت أنها يعني كانوا حتى المستوطنين يعني تخيلوا العم نبيل ماذا قال، قال إنه أكثر من 60 عائلة أو 60 فرد سكنوا في هذا البيت. تخيلوا طول الوقت عمه نبيل ساكن في هذا البيت بينما المستوطنون تغيروا، يعني تغيروا سكان هذه القطعة أو هذه القطعة المصادرة من البيت 60 مرة، حتى وصلنا إلى يعقوب. يعقوب يبدو أنه الشخص الوحيد الذي يحتمل هذا القرف يعني، وهذا يعني لا أستطيع وصف هذا المشهد، أنك تسكن في بيت مش إلك وكل يوم أنت تظهر أبشع ما لديك حتى تثبت أنك أنت برضو صاحب الحق في هذا المكان، مع أنه أنت جابتك حكومة احتلال واستخدمتك حتى أنها تسيطر على هذا البيت. حكومة الاحتلال طبعا ضاقت عليها الدنيا بما رحبت فلم تجد إلا هذا الحي لتستولي على البيوت. كأن كل فلسطين التي استولى عليها الاحتلال وما استولى عليه من أراضي وقرى وأملاك فلسطينية لا تكفيه، فضاقت على الاحتلال الأرض بما رحبت فأتى إلى أهالي الشيخ جراح الذين يعني 28 عائلة، لم يتبقى منها إلا 8 عائلات تناضل من أجل أن تبقى في هذا المكان. يعني هل تستطيع أن تحتمل أصلا أن ترى بيتك في هذا الحال وتسكن في هذا الوضع؟ يعني لا أظن أنك تحتمل هذا الشيء. فلعل الله سبحانه وتعالى جعل الفلسطيني يعني خلق بشكل خاص جدا حتى يحتمل اللي هم قتلة الأنبياء وأخبث البشر على وجه الأرض اللي هم الصهاينة، يعني الذين يعني بتضيق عينهم على اللي بإيدك. فالله المستعان. اليوم في البث المباشر في المسجد الأقصى المبارك تحدثت لكم عن عاداتهم يعني هنا في فلسطين، يعني الأمر يعني لا يحتاج لشرح كثير. منى الكرد كفت ووفت، أظهرت لكم من خلال نقاشها مع المستوطن اللي ساكن هون حجم التوحش الموجود في نفوس هؤلاء. عدا عن ذلك عندهم فعلا أزمة قيم، أزمة أخلاق، يعني الإنسان اللي بينه وبين نفسه يربأ بنفسه أنه يستخدم شيء ليس له أو يكون أداة لشيء مش مظبوط. يعني تجد هذا الشيء على فكرة موجود في نفوس المطبعين كذلك، مستعدين يعني يلوموا، مستعدين يلوموا الضعيف، مستعدين يطلعوا فيه ألف علة. في نفس الوقت لا تجدهم يسلطون ألسنتهم على اللي هو المحتل أو الظالم أو المتسلط على الضعيف. فتجد سبحان الله شبه كبير جدا بين المستوطن وبين المطبع. فالله المستعان عليهم جميعا هؤلاء. يعني سبحان الله فكرة التصهين أو مبدأ التصهين موجود عند المطبع وعند الصهيوني، يعني عند المطبع سواء كان عربي ولا مش عربي، مسلم أو غير مسلم. المتصهين، التصهين، فكرة التصهين لعله لا يظهر ذلك لكنه فعلا بفكره شابه الصهيوني. على الأقل لم يكن سندا لأصحاب الحق، يعني مع أنه أصحاب الحق
ما في بإيدهم إشي، فعلى الأقل لم ينصرهم ولو بكلمة، بكلمة واحدة، على الرغم من ضعفهم قلة إمكانياتهم. فالله المستعان. بدنا نحاول نوصل لمنى. دقيقة بس. إسراء، إسراء بدنا نشوف منى، كيف ناديها؟ منى، منى دق على الباب، نايمة. طب كيف بدنا نشوفها؟ والله مستوي حرام. طيب تبدو منى أنها متعبة. طبعا انتم شايفين يا جماعه الخير برا، كثير كثير بيجيهم ناس، كثير فيش نوم، يعني تقريبا اهل الحي ما بيناموش. لما تكون انت قاعد على ثغر في القدس كثغر الشيخ جراح، وين بدك تنام والجيش حواليك؟ طبعا شوفوا، انا قبل ما اوصل هون يا جماعه الخير، اول الشارع هناك حاجز شرطه، واخر الشارع هون حاجز شرطه، وانا يعني لفيت لفيت، تخيلوا مكان ممكن اوصله خلال 5 دقائق هي الحاجز. انا بدي اوصل بس، تخيلوا بعد ساعة وصلت، ساعة والله العظيم من هذه النقطة. شوفوا هون على راس الشارع برضو في عنا حاجز، جيت هون عند الشرطة هون، تحدثوا معي وين رايحة، عند مين جاية، اعطينا معلومات للجهة اللي انت متوجهة الها. تخيلوا يعني فيش مسافة بسيطة جدا، فأنا اضطريت إني يا جماعة الخير أطلع هيك على الجبل هون، هيك لفيت وصلت فوق 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 فوق، طلعت هيك وحاولت إني أنزل في شارع هون فرعي، حاولت أدخل من هذا المكان لحتى نجحت في الوصول إلى حي الشيخ جراح. مؤلم هذا البيت جدا، هذا البيت شكله مؤلم جدا، بيت الغاوي. شارع عثمان بن عفان، بيت رقم 13، بيت العم نبيل الكرد. هنا أيضا هذا البيت مهدد بالهدم، تخيلوا هاي بيت هون ورا النخلة، وهذا بيت أخذوا اليهود، وفي بيت هناك برضو، هيو برضو هذا بيت مهدد بالإخلاء، شايفين؟ وهذا بيت الغاوي اللي سرقوه، وهون كمان بيت، وهون كمان بيت. يا جماعة تعالوا نشوف اللافتات، نحاول نقضي شوية وقت عبال ما ترتاح شوي منى الكرد. أنا بودي جدا إني أتحدث معها. هذا بيت أنقذوا حي الشيخ جراح، سنبقى صامدون. صور من الحي، صور قديمة. العم نبيل الكرد في الخيمة هون، هاي في معه ناس اجت تتضامن، قبل شوي كنا نتكلم معه. عنا هون كمان بيت، هذا احد البيوت. عليك بلادي لا اساوم، هي الكلمة مش واضحة لكن الخط فاتح، عليك بلادي لا اساوم. شارع عثمان بن عفان، البيت رقم 6. هنا كذلك We are here to say. يحق لي العيش في بيتي في الشيخ جراح. لافتة أخرى، هذا البيت أيضا. ماذا مكتوب على واجهة البيت؟ الموت ولا المذلة، فوق الباب مكتوبة. نصل إلى المدخل، هذا بيت آخر. شوفوا يا جماعة البيت ما أقدمه، شوفوا بحياتكم، شوفوا البيت، بيت قديم. باقون ما بقي الزعتر والزيتون، بيتي هنا. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. انتوا من البيت، من البيوت المهددة برضو. بيت ايه؟ بيت العيلة، عفوا، دار عطية. نعم، هذا البيت كم عمره؟ عادي اصورك خالتي؟ طيب الله يجزيك الخير، مش مشكلة، احنا هلا بالوطن مش بال تفضلي خالتي. احنا من الـ 56. من الـ 56، يعني من قبل الاحتلال، اللي هي المنطقة هاي بالـ 67. من التنظيم، وانا من بيت شمس. وانا يعني
نعم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. انتوا طبعا كنتوا ضمن البيوت اللي قدمت للمحكمة. يعني قضيتكم واحدة كانت؟ كلنا واحدة. كلنا ملف واحد. نعم. قضية واحدة. طيب قدرتوا تحصلوا هون بالذات هذه العائلة؟ هل استطعت أن تحصل على الأوراق ربما من تركيا من الأردن؟ كلهم جابوا أوراق ومن الأردن. هم حصلوا أوراق من تركيا من زمان. تركيا أنا سمعت. نعم من زمان، بس أوراق الأردن كانت غير مروسة وغير مختومة. هلا بحكوا المحامي والعضو الكنيسة إنهم جابوها ونعرف شو الله، بس المحكمة ما راضية تفتح الملفات، عشان هيك هم طلعوا بهالهاشتاج ولادنا وطلبوا التضامن معهم مع حي الشيخ جراح، لان اذا راحت الشيخ جراح راحت كل القدس طبعا، راحت وادي جوز اللي قريبه من عندنا، من هون بنزل عوادي جوز، راحت سلوان، راحت القدس، راح الاقصى. صحيح. فاحنا يعني احنا بدنا نناضل عشان بيتنا وعشان حقنا وعشان ارضنا، كمان بدنا نحافظ على مقدساتنا. صحيح. فيعني الحمد لله التضامن كبير، والاعلاميين والصحفيين وكلهم اجوا، بس احنا في السجن، احنا في حصار، يعني من الاربع جهات مغلقه علينا، من فوق شرق وغرب وشمال وجنوب. انا فعلا شفت هلا يعني لفيت لحتى وصلت هون. لسه اليوم اهون، لسه هينا قاعدين. امبارح كانت امبارح لما اجوا المتضامنين من راس العمود، ما حدش قدر من باب العمود مسيرة على أساس يفكوا الحصار. قمعوهم فورا. قمعوهم فورا، وكانت قمع بعنف بوحشية بكل، يعني لا خلوا مرطاط ولا خلوا قنابل صوت ولا خلوا غاز ولا خلوا الخيالة كمان أجوا، ومياه عادي ما أجت، يعني ما خلوش إشي، ما خلوش إشي. بإذن الله كله بالجناح إن شاء الله، يعني بإذن الله قد ما يستخدموا قوة، قد ما يستخدموا إن شاء الله، إنه صمودكم أكبر. يعني حجم الصوت القضية كبير كتير برا. احنا ارادتنا قوية نعم الحمد لله، وفهمنا اولادنا كيف يطلعوا، يعني هم مزبوط. انا ابني بعلمني، ابني معه ماجستير، انا دبلوم، فابني هو بعلمني، يعني بعلمني شو اعمل. بس احنا يعني زي ما بقولوا، العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. قالنا يعني انه نتواصل مع الصحافة، نتواصل مع الناس اللي بنعرفهم، فاحنا كلنا عمالنا نتواصل وعمالنا نحكي عن قضيتنا، وبدنا اياها تصير عالمية، لان هاي قضية مش بيت، مش ارض هان وارض هناك وبيت هان وبيت هناك، هاي قضية القدس كلها. صحيح. صحيح. القدس كلها. عشان هيك رفعناها عالميا، وان شاء الله ان نحقق النصر ان شاء الله، ونحقق هدفنا، والله يفرجها، يرحم شهدائنا ويفرجها على اهل غزه. امين يا رب. وما اهل غزه اللي وقف وقفه رجال، يعني هم اكلوها، اكلوها الله يكون معهم. لا هم صامدين برضه ما شاء الله. لا والله عنهم. ما بننسى كل الفضل طبعا طبعا، لشباتنا وشبابنا وطلابنا وطالباتنا، عرب الداخل ما وقفوش، كلهم كلهم وقفوا. صحيح. رام الله طلعت امبارح اربع شهداء، ثلاثة في رام الله وواحد في الخليل، يعني كل الدنيا، الضفة وقفت، القدس وقفت، يعني مش عمال، حتى برا مصر، الأردن كلها. صحيح. في أمريكا. نعم. في بريطانيا. صحيح. كلهم طلعوا مسيرات، احنا بنحييهم بنشكرهم. والله لو صح لنا روحنا بنفديهم، لانهم هم تضامنوا معنا ورفعوا قضيتنا وصارت قضيه عالميه. هي القضيه عادله، لو مش عادله يعني حتى مش شرط انك تكون مسلم او تكون عربي او ذو امتداد، يعني شرط عربي، شرط انك تكون على حق. بالضبط. هي القضيه تكون عادله، وهذا بيتنا وهذه دارنا وهذا وطننا. صحيح. اول اخر وطننا. صحيح. الله المستعان. اخر سؤال خالتي بدي اسالك، هل في جهات دوليه فعلا وصلت معكم، تضامنت معكم، جهات دوليه من برا مثلا تحدثت؟ انا موظفه يونروا، والله ما شفتها. يا والله الله. ما شفتها، يعني انا ممرضه في الوكاله والي 10 ايام غايبه عن الشغل، صح بتصلوا التلفون، بس والله ما شفتهم هين ولا اجوهم. اللي هي جهات دوليه رسميه. ما تواصلوا معكم؟ احنا بنطالب نعم. المؤسسات والجهات الدوليه والمؤسسات الحقوقيه انهم نعم. يجوا يفكوا الحصار عننا. عندنا اطفال، لما بنطلع نشتري ربطه خبز، يعني هاتي هويتك، اي رقم في اي رقم بيتك، امتى ساكنه، كمان خطر تغادري بيتك في هيك ظروف طبعا. نرجع نفس نعم. الكلام. واذا تاخرنا في الليل بنخاف من المستوطنين مسلحين ورايحين جايين، بنخاف على اولادنا منهم، بنخاف. فاحنا يعني بنطلب انه الجهات الحقوقيه والجهات حقوق الانسان والمؤسسات الدوليه انها تتضامن معنا وتفك الحصار عننا. يا جماعه احنا تعبنا، والله تعبنا، إلنا
13 يوم في هذا الموال. والله الحمد لله على كل حال، ربنا يكون معكم خالتي. الله يسعدك يا رب، ان شاء الله تكون رسالتك وصلت. الله يجزيك الخير يا رب ويعينكم يا رب. الله يكرمك يا رب، يعطيك العافيه. يلا ان شاء الله حكيت لك. طبعا خالتي، الله يجزيك الخير. خالتي انت مجرد ظهورك، مجرد انا بس غصيبة. لا مجرد ظهورك تاكد انه كله بيوصل. انتوا اللي عليكم تعملوه خلاص، يعني هي الناس شايفه. يعني اكثر من هيك ابن البلد شو يعمل؟ شو يعمل؟ وفي الاخر يعني خلاص، يعني هي امام العالم، يعني واضح. يعني احنا لا بنخبي ولا إشي، هي الناس صامده في بيوتها وضايله، ما خلينا لا محاكم، ما خلينا يعني ما شاء الله عنكم، يعني دقيتوا كل الابواب كما يقول، كما يقال. يعني الجهات الرسميه كل شيء رسمي ومش رسمي، وحتى على الصعيد الشعبي. لكن لو هذا الامر خلاص، هذا كله في النهايه بيثبت غوغائيه الاحتلال. اما انتوا اصحاب حق في النهايه، عشان عدالتهم، هي عدالتهم اللي بيتكلموا عنها وبيحكوا عنها. ما هو مين وزير عدلهم؟ جنتس، الله المستعان. طبعا وزير الله يفرجها خالتي، الله يكرمك يا ربي، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير. نشرب مي، الله يسعدك خالتي، الله يجزيك الخير. حدا يسحل يشرب مي من حي الشيخ جراح يقول لا. طبعا جنتس يا جماعه الخير غني عن التعريف، هذا وزير العدل في كيان الاحتلال. جنتس هو مجرم حرب الفرقان، او لا عفوا حرب العصف المأكول في عام 2014 على اهل غزة. جنتس وزير العدل. فبتقول الحاجة هون انهم رفضوا حتى يفتحوا ملف، المحكمة رفضت تفتح ملف القضية. شوفوا لانه درجة عشان تدرسوا وتشوف شو الاوراق الجديدة اللي تم اضافتها في الملف، وبالتالي البت فيها لاحقا. فتخيلوا يعني هذا الامر انتم تشاهدونه بعيونكم، وسمعتوا من اهل البيت كيف الخروج الدخول، فرجيناكم حواجز الاحتلال. يعني يا جماعه الخير طلعوا من عند هاي النقطه لعند هاي النقطه، كم المساحه تقريبا؟ 800 متر 700 متر، وفي عندنا حواجز 700 متر فقط من هون لهون، عاملين حاجزين عسكريا، وغير اللي فوق هون واللي هون اللي فوق هون وفي هون. شوفوا الترسانات، شوفوا هاي يمكن تكون اجت الحجه. شوفوا الترسانات اللي حاطينها، هي هون قاعدين. شوفوا طلع، هاي الجندي، شوفوا هون قاعد. يا الهي من شو خايفين؟ من شو خايفين كل هذا؟ ومن شو خايفين؟ يعني على الجهات الاربع حواجز عسكريه، الله المستعان. الله يجزيك الخير خالتي، يسلم ايديك يا ربي. الله يجزيك الخير خالتي، يسلم ايديك يا ربي. اهلا وسهلا فيكم. كل وقت خالتي بقدر اخذ كمان كاسه؟ الله يجزيك الخير، تفضلي. إيه لا هون في نفس الكاسه بصب. الله يجزيك الخير. ما انا ما لقيتش كاسات. والله ابني بجيب كاسات من مطعمه المية وما لقيتش، مش طايل عندنا عشان الله يجزيك الخير حبيبتي خالتي، الله يعطيك العافيه يا ربي ويجزيكي الف الف خير. اهلا وسهلا فيكم. الله يسعدك يا رب. خالتي احنا من القدس، بس انا تقريبا بتقدر تقولي اني بشتغل لحالي يعني للبلد. اهلا وسهلا فيكم. ما هو قلنا اهلا وسهلا فيكم. ما هو عن جد يعني الوضع بده، يعني اللي عنده ضمير بيتحرك صراحه، سواء كان بينتمي لجهه رسميه او لا ينتمي لجهه رسميه. انا مش مهم عندي، مجرد حراك شعبي. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجزيك الخير خالتي، فرج عنكم يا رب. طيب نكمل نوصل عند نشوف هون، هاي في عنا وكالات انباء اجنبيه موجوده في المكان. فنشوف هون لا بدك هاي، انا شفتك ولا بس انه خجلت منها، يعني ما حبيتش ارفض الاشي. تمام تعال نشوف ايش الحكي هون. هاي اخوها جوا بحكي. والله مزبوط. يلا اقول لي حلال كثير منيح، هلا ببعث لك تليفون ولا يجيبك على راسي، ومحله منيح وعنده كل النوعيات اللي بدك اياها. يعني
خليها مطيه تقريبا يدوب هي من فوق كل من هون يقول يعني من هون يسالون عن الاسره ظلهم عارضوا لما سقط الاسره القديمه حواليها اقول لك اذا كان I think the weapon right now is the word. I think there has been an unprecedented narrative shift, and I think we're spearheading that narrative. And I think all fronts are appropriate fronts, and I think the front of the word of self-articulation for Palestinian liberation is one that is super necessary. Okay, and just mention that your weapon of force is your, I know you're writing a book, can you ask that? يشوف الجيران يشوف الجيران يقول لك كيف يشتغلوا على الجيران تحاول هذه ربما هي متضامنة أجنبية أو صحفية تحاول التواصل مع المستوطنين أن تتحدث معهم طبعا منى الكرد ومحمد الكرد هم أبناء السيد نبيل الكرد صاحب هذا البيت الذي استولى عليه على جزء منه المستوطنين هذا الذي يتحدث أمامنا هو محمد الكرد الشعب الفلسطيني رحل على الشرق الاوسط هناك صار في فقر هادئ صار في مكان سيئ طيب حتى هذه اللحظة متابعينا الكرام أود أن أنهي هذا البث إن شاء الله نحاول أن نقدم عبر اليوتيوب كذلك فيديو يتحدث عن أهلنا في الشيخ جراح يتحدث قصة يعني تتحدث بشكل موجز عن قصة هذا الحي كذلك أعتقد الأخبار صارت لديكم يعني أنتم الآن تشاهدون مواقع التواصل تشاهدون المنصات الإخبارية كيف تسرد أو تسرد قصة هذا الحي حي الشيخ جراح وصمود أهل هذا الحي طبعا لا ننسى أن نذكر أهلنا في غزة الذين يعني كانوا أول من لبى النداء لإخواننا في حي الشيخ جراح غزة التي كانت أول من تحدث وأنذر الاحتلال بإيقاف العدوان على أهالي الحي وعلى بيوت الحي فصدقت غزة وعدها ودفعت كذلك الثمن يعني غزة لا تقول فقط بل تنفذ وقد سلكت المسلك الصحيح وربح إن شاء الله بيعها ثم تلا ذلك انتفاضة عارمة في الداخل هبات عارمة في الداخل الفلسطيني في قرى ومدن وبلدات الداخل الفلسطيني وعلى رأسها مدينة اللد كذلك قدمت هذه البلدات والمدن الشهداء وقدمت كلمتها كذلك لنصرة غزة يعني صار الموضوع كله دخل يعني كأنها تبنى فوق بعضها الحجارة في هذه القضية بدأها حي الشيخ جراح ثم طبعا الأقصى حاضر في كل المواسم وفي كل الأحداث فأكمل المسجد الأقصى هذه أو هذا البناء وتلا ذلك دخول أهلنا في غزة دخول غزة على طبعا غزة التي لبت المسجد الأقصى ولبت كذلك اللي هو حي الشيخ جراح فتلا ذلك أنهبت بلدات ومدن الداخل الفلسطيني
ثم تلا ذلك هبوب الضفة الغربية بكل مدنها وعلى كافة نقاط الاحتكاك مع الاحتلال. فالموضوع كله كأنها حجارة تبنى فوق بعضها لتسند هذه القضية إن شاء الله وترفعها. كذلك شاهدنا كذلك دوليا كما أخبرناكم عدالة القضية وحدها تكفي حتى تنصرها. يعني المشكلة بيناتنا إحنا كفلسطينيين. يعني أنت ممكن يكون عندك مشكلة مع الفلسطيني لكن أبدا أبدا لا يكون معك مشكلة أو لا يكون عندك مشكلة مع قضيته. لذلك أنت عندما تتضامن مع الفلسطيني تتضامن معه لأن قضيته عادلة. قد تختلف مع أخوك لكن أبدا أبدا أنت لا يعني لا تتخاذل عن نصرة قضيته لأنها قضيتك كذلك. فلسطين ليست حكرا على الفلسطينيين وحدهم، ففلسطين كلها أرض وقف، أرض تاريخية بكل مدنها بكل مساجدها بكل أحيائها. فالله المستعان إن شاء الله. نهيب بكم كذلك التحدث عن هذه القضية، عن قضية حي الشيخ جراح. ربما الأقصى الآن هو بخير، يعني الاقتحامات توقفت فأحسنت غزة وأحسن الفلسطينيون دفاعهم عن المسجد، لكن لا يزال حي الشيخ جراح يئن. فالمطلوب حراك أكبر، تدخل أكبر، حديث أكثر إن شاء الله. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يعني رب العالمين لا يخذلنا، وبالتالي رب العالمين كذلك بما أنه لا يخذلنا هو بالمرصاد أكيد للصهاينة والمعتدين ومن عاونهم كذلك وشد على أيديهم. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله لنا بث آخر، وحتى نلتقي في ذلك البث لكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.